السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد المواقع اللي بتشتغل بيه الذكاء الاصطناعي Art Builder، هقول له تراي ديمو. ترسم انت أي حاجة انت عايزها وتكتب له انت عايز يحول لك الحاجات البسيطة دي لإيه، فهو يبدأ يحولها لك. فكرته سهلة وبسيطة. طيب خلينا نقول له حاجة جديدة، نختار ايه نختار ايه. ممكن نقول له مثلا كات، يحولها لنا مثلا كات بلاي، ونقول له حولها لنا. حول الشخبطه اللي احنا عملناها دي لقطيه، هي لسه بتعمل ريندر.